إذا كان ديكارت يقول أنا أفكر إذن أنا موجود، فالعرفج يمثل ذلك عمليا. أربعاء جديد، الثقافة والفن والرأي والوطن، تحضر على طاولة يا هلا في جولة معرفية يصحبكم فيها عامل المعرفة أحمد العرفج. حياكم الله في أربعاء جديد من يا هلا بالعرفج، نلتقيكم فيه دائما مع ضيفنا وضيفكم الدائم والجميل الدكتور أحمد العرفج. أبو سفيان حياك الله معنا في يا هلا. حياك إن شاء الله، كيف حالكم؟ في نعم والله الحمد. مبروك تغيير الساعة هذا أولا. لا، تغيير الساعة وتغيير كل شيء، لأنه اليوم الوطن عريس. جميل. وأنا جاي عريس. مساء الوطن حقيقي. مساء الوطن، مساء. بعدين شوف ترى هذا شعار الرؤية، قررت أنه كل أسبوع أطلع بشعار الرؤية تضامنا مع الرؤية. عظيم جدا. وعد انت من يعني يومي انا مع الرؤية الحمد لله ومع الوطن دائما. مع الوطن طبعا. وحلقتنا ان شاء الله يعني الوطن حاضر في كل مفاصلها باذن الله. اصله شوف كل شيء هو يرجع للوطن، سواء انتقدنا جهاز خدمي، سواء اشدنا بخطوة هنا، سواء وفرنا في الاقتصاد، سواء تحدثنا بالفن، لانه الوطن عبارة عن مجموعة اجنحة، الجناح الاقتصادي والجناح الفني والجناح اليوم سمو الامير محمد قال انه الوطن في الترفيه تقدم، في الثقافة، في الاقتصاد، يعني هي اجنحة تحمل بعضها. ما فيك انت مثلا تطور الفن وتخلي الثقافة في تخلف، او التعليم في تخلف، او العمل، هي كلنا ايش يسموها في العلم، ننمو سويا، كلنا ننمو سويا. نبدأ دكتور؟ نبدأ، أنا جاهز رابط حزام. جميل. إذا حضر احتفت الأماكن، وإذا تحدث أنصت العالم، وإذا أشار ابتسم المستقبل، معه نسير ونحن واثقون أن النجاح لن يخذلنا، وبطموحه نصعد ونحن على يقين أن القمة تتسع لنا، وبرؤيته نصافح العالم ونحن نؤمن أن غدا سيكون أخضر أخضر. حين قال إن طموحنا عنان السماء، كان يعلم أن لا سقف يحد الحلم السعودي. وحين قال أنا واحد من 20 مليون، أنا لا شيء بدونهم، كان 20 مليون يؤكدون في اللحظة ذاتها وكلنا أنت. واليوم قال أعيش بين شعب جبار وعظيم، ولا يوجد تحدي يقف أمام الشعب السعودي، والشعب يردد ما ينهد طويق وما ينهد شعبك. الأمير محمد بن سلمان، الرجل الذي اختصر الزمن. أيها الملهم، نحن ظهرك الذي لا تحنيه العواصف، ودرعك الذي لا يخترقه الأعداء ولو حاولوا ألف دهر. وهبك الله القيادة والسيادة والريادة، فلن نشيخ وأنت فينا. ربنا واحد ودربنا واحد، كلنا سلمان وكلنا محمد. بلا شك التعاون اليوم بين الحكومة السعودية والتركية تعاون مميز، ونعرف أنه الكثير يحاول استغلال هذا الظرف المؤلم لإحداث شرخ بين المملكة العربية السعودية وبين تركيا. أريد أن أرسل لهم رسالة من هذا المنبر، لن يستطيعوا عمل ذلك طالما موجود ملك اسمه سلمان بن عبد العزيز وولي عهد اسمه محمد بن سلمان في السعودية، ورئيس في تركيا اسمه أردوغان. لن يحدث هذا الشرخ، وسوف نثبت للعالم بأن الحكومتين متعاونة لمعاقبة أي مجرم وأي مذنب، والعدالة في الأخير سوف تظهر. انظر للأرقام، لا تصدقني، انظر فقط للأرقام توضح لك أين كنا وأين نحن اليوم، وانظر للأرقام في العام القادم توضح لك هذا الشيء. أيضا الإصلاح في عدة قطاعات أخرى مثل الجانب الثقافي أو الترفيه أو الجانب الرياضي، أعتقد أنها واضحة بشكل كبير جدا، لا من حيث تصنيف السعودية في عديد من المراكز ولا من حيث النشاطات داخل المملكة العربية السعودية. هناك قفزات فلكية في الثلاث سنوات الماضية، وهذا الشيء بلا شك سوف يستمر، لأننا نعيش بين شعب جبار وعظيم. الحمد لله.
فقط يضعون هدف ويحققونه بكل سهولة. لا أعتقد يوجد أي تحديات أمام الشعب السعودي العظيم. كل مشاريعنا ماشية، الإصلاح ماشي، حربنا على التطرف ماشية، حربنا على الإرهاب ماشية، تطوير المملكة العربية السعودية ماشية. مهما حاولوا بكبح جهودنا لن نتوقف بإذن الله. أنا أعتقد أن أوروبا الجديدة هي الشرق الأوسط. المملكة العربية السعودية في الخمس سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماماً. البحرين سوف تكون مختلفة تماماً. الكويت، حتى قطر على خلافنا معاهم لديهم اقتصاد قوي سوف تكون مختلفة تماماً بعد خمس سنوات. الإمارات، عمان، لبنان، الأردن، مصر، العراق والفرص التي لديها إذا نجحنا في الخمس سنوات القادمة سوف تلتحق فينا دول أكثر، وسوف تكون النهضة القادمة في العالم في 30 سنة القادمة في الشرق الأوسط إن شاء الله. هذه حرب السعوديين، هذه حربي اللي أخوضها شخصيا، ولا أريد أن أفارق الحياة إلا وأرى الشرق الأوسط في مقدمة مصاف في العالم، وأعتقد أن هذا الهدف سوف يتحقق 100%. لدينا جبل دائما نضرب فيه المثل اسمه جبل طويق. لدى السعوديين همة مثل هذا الجبل. همة السعوديين لن تنكسر إذا نهد هذا الجبل وتساوى بالأرض. هذه الكلمة هي ليست حديث السعودية فقط لكنها حديث العالم كله اليوم دكتور. شوف طبعا تعرف الكلمة قبل ساعة، ومهما كنت أنا عبقري لن أستطيع التحليل الكامل لها، لكن بما وهبني الله من قدرة في البلاغة استطعت أن أميز الكلمة في خمس نواحي. الناحية الأولى السياسية، الجانب السياسي كانت مسددة في الثمانيات ودخلت هدف. قال سمو الأمير، قال هناك من يحاول أن يزرع فتنة بين تركيا والسعودية أو السعودية وتركيا، وهذا مستحيل، وأعطى السبب، قال لأن هناك ملك اسمه سلمان وولي عهد اسمه محمد بن سلمان ورئيس تركي اسمه أردوغان، وكل هالثلاثة دولة يعرفون اللعبة السياسية، يعرفون أنه من مصلحة البلدين أن يكونوا على وفاق ويعني. هذا الجانب السياسي. الجانب الثاني وهو المهم يمكن ما حد انتبه له إلا قليل، جانب المروءة، خطاب المروءة تمثل في نقطتين. النقطة الأولى، أنا وياك على خصام، أنا من مروءة إذا كنت رجل، وسمو الأمير فعلا كان مش رجل، كامل الرجولة، قال حتى قطر ورغم خلافنا معها اقتصادها قوي، والفضل شوف رغم أننا بيننا خلاف وبيننا يعني تعرف سوء تفاهم من سنتين، إلا أن مروءة الأمير ورجولته ولأنه ناجح يعترف الناجحين، وقال إنه قطر أيضا اقتصادها قوي. الجانب الثالث لا يشهد للناجح، الجانب الثاني ما زلنا في المروءة، شهادته بسمو الشيخ محمد بن راشد قال أمامنا نموذج. شوف لا يشهد للناجحين إلا ناجح، دائما الفاشل واثق، دائما الفاشل يحارب الناجحين. سمو الأمير لأنه ناجح اعترف أيضا للإمارات بأنها ناجحة، واعترف لقطر بأن اقتصادها قوي. الجانب الثاني، الجانب الثالث الاجتماعي. شوف دائما القائد الحقيقي لا ينسب الفضل لنفسه، ينسب لشعبه. هو قال أنا واحد من 20 مليون العام الماضي، المرة ذي قال أنا فخور بهذا الشعب العظيم والجبار. إذن هذا أيضا شوف يعني لو حاولت أن أختصر الخطاب الأمير وحكمل الخمسة، يقولون في البلاغة كلام الأمير أمير الكلام وحديث القائد قائد الحديث. شفت كيف؟ يعني هذا القائد اللي تكلم سيكون حديثه هو قائد الحديث لمدة أسبوع. نجي للجانب الرابع، الجانب الاقتصادي. تحدث عن الاقتصاد وقال أنا لا تصدقوني، صدقوا الأرقام، والأرقام كما يقول الغربيون لا تكذب ولا تتجمل. الجانب الأخير في الكلمة الجانب الاستشرافي. شوف كل بعض الدول تقول لك سننفذ سنعمل سنقول، نحن نقول الآن بدأنا ونعمل. استشراف قال بعد خمس سنين سيكون الشرق الأوسط هو أوروبا الجديدة. شفت كيف خطاب بسيط ما أخذ 10 دقائق، خمس جوانب استشرافية وكلها بالأدلة، ليس في الحديث أي ترهل أي حشو،
أيضا ما خلى من حس الدعابة لما قال لسعد الحرير أنه سيقيم يومين لا يطلع أحد الشاع أنه يعني هذه أيضا أعطت الحضور. والحقيقة أني أشفقت على أمير من كثر مقاطعة التصفيق، وذولا ترى ما حد أمرهم يصفقون، هذول الناس إعجابهم إعجاب فطري بريء، ناس حاضرين شافوا كلمة جميلة وصفقوا. لاحظ أنهم صفقوا يوم قطر أكثر شيء، لأنهم عرفوا أنه سمو الأمير متعالي على 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 الأمور الشخصية ومتعالي. ولذلك عنتر العبسي يقول لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، ولا ينال العلا من طبعه الغضب. ولم يحققها اليوم، لا يحمل حقد على قطر واعترف باقتصادها ولم يغضب. عظيم جدا دكتور. لاحظنا برضو شغلة كانت مهمة جدا، التحضير، البديهة، الكلام المركز، الموضوعات الواضحة جدا جدا جدا، واضح بحيث أنها لا تحتمل أي تأويلات ولا تفسيرات. واضح الكلام، واضح أيضا. وحتى كلامه عن الصديق المرحوم جمال خاشقجي رحمه في الله البداية، نعم. في البداية تكلم كلام كان غير مبرر، وقال آسف، وقال بنغمة الحزن. هذه كلها تعطي رسائل للناس، للقريب والبعيد، تعطي رسائل للمتربصين بنا وما أكثرهم، أنه قفلنا كل الباب. يعني خلاص حنا قلنا ما حصل بالضبط، كل اللي قالوه بعدنا هو عبارة عن رتويت للبيان وكلام الأمير، ما في شيء إضافي أبدا. لذلك أنا أقول لك أنه سمو الأمير غير أن الله أعطاه موهبة القيادة، أنا متأكد أنه أيضا تدرب كثيرا على تمرير الخطابات وعلى الحديث الجماهيري، لأنه حديثه كان جمل تقدر يعني. أنا والله الحين يعني أقولها للصحافة ارتاحوا، صار الأمير يعطيهم المنشتات. زمان كنا في الصحافة نتعب عشان نطلع منشت، الآن هو أعطاهم المنشتات العريضة الجاهزة، بس أنت ما عليك اللي تكتبها بس. جميل جدا. إذا كان هذه قراءة العامل المعرفة أحمد العرفج لكلمة الأمير محمد بن سلمان، قرأها سياسيا، اجتماعيا، اقتصاديا، استشرافيا، بالإضافة إلى اقتناص فكرة المروءة اللي ذكرها الدكتور أحمد العرفج. قبل ما نروح لخبر الأسبوع، احفظوا هذه المقولة من تعليق أحمد العرفج على خطاب الأمير محمد بن سلمان: القائد الحقيقي لا ينسب النجاح لنفسه فقط بل لشعبه أيضا. خبر الأسبوع من صحيفة الرياض: 50 مليار دولار حصيلة صفقات اليوم الأول لمؤتمر مبادرة المستقبل والاستثمار. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وبرئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، انطلقت أمس بالرياض فعاليات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار لعام 2018، وسط حضور عالمي على مستوى رؤساء دول ووزراء ومسؤولي شركات عالمية. وحملت حصيلة اليوم الأول توقيع صفقات بقيمة 50 مليار دولار. شوف زميلنا عبد العزيز البكر المعلق الرياضي الجميل أمس كتب تغريدة، والحقيقة أنه توقفت عندها كثيرا. قال أمس حط علام خضر، قال يوم أخضر، سوق الأسهم أخضر ناجح، وأكثر من 50 مليار اتفاقيات ومليار دولار حصيلة المذكرات والمبادرات اللي حصلت في منتدى الاستثمار. أيضا قال منتخبنا فاز على الصين 1-0. أيضا قال الطرق كلها مشجرة. فأنت أمام هذا الخضار، أمام هذه النجاحات، لابد أن يكون في الضفة الأخرى لك أعداء. شوف كما يقول الغربيون، اثنان لا أصدقاء، لا يعني دائما اثنين يعني ممتلئين بالأعداء دائما، الناجح والمتفوق، هذول دائما لهم أعداء. الآن لو لاحظت في حملة مسعورة إعلامية ضد السعودية، تعرف الناس لا يستقصدون إلا عظيما، ولا يرمى إلا مثمر الشجر. فحنا سبحان الله قد ما نحقق نجاحات قد ما يكثر الأعداء، رغم أنه والله ما نعادي أحد. وانت شفت اليوم سمعت كلمة سمو الأمير، قال قطر اقتصادها قوي رغم خلافنا معهم. فهذه الحملة المسعورة لو فكرنا فيها ترى يمكن أكثر من 11 سبتمبر الحجم الآن، لسبب بسيط، أنه فقط أننا صار عندنا رؤية وصرنا بلد نقود العالم على الأقل في الوطن العربي، صرنا أيضا بلد قبلة للتخطيط. في 3 سنوات حققنا زي ما قال سمو الأمير محمد اليوم، حققنا في 3 سنوات قفزات فلكية. هو ما قال عبث، قال قفزات فلكية، سواء على قوة الاستثمار، في التحول الاجتماعي، في التغيير، في التطور، إلى آخره. هذه النجاحات المتتالية يا أبو يحيى سوت لك أعداء،
ولذلك أنا مطمئن إن الشارع السعودي عارف اللعبة هذه، عارف إنه ما يكال له يعني التباكي في القنوات ومحاولة دائما الشوشرة على السعودية. ليه؟ السعودية ما سوت لحد شيء ولا احترضت على حد، كله مجرد ضريبة النجاح، والناس دائما تكره الناجح ولا تحبه، وأيضا تكره المتفوق لأنه يطرح أسئلة لماذا أنت لا تعمل ولماذا غيرك تفوق وأنت ما تفوقت. أنا سعيد باللي حصل، سعيد بدافوس الصحراء. أيضا خلينا نعطي معلومة ليش دافوس الصحراء. تعرف دافوس منتدى عالمي، مدينة صغيرة في سويسرا، حبت السعودية، وفي الإبداع يجوز أنك أنت تأخذ نموذج قائم وتقلده وتغير عليه. هم أضافوا كلمة الصحراء، زي ما أن سويسرا السويسرا الجميلة الخضراء هذه فيها دافوس، نحن سنصنع من الرياض دافوس، بس دافوس الصحراء بمذاق الصحراء وقوة الصحراء. ويا حظنا بهذه الصحراء اللي أعطتنا الرجولة والمرجلة والنقاء والصفاء، وأعطتنا بترول والآن تعطينا دافوس. كل رجال الاستثمار والأعمال جو، حتى اللي اعتذروا، اللي أرسلوا ممثلين، أيوة اعتذروا أرسلوا ممثلين، واللي زايدوا على قضايا معينة ولا جو ندموا، أصبحوا مثل واحد غضب من أصحابه فأحرق بيته. ليش تحرق بيتك؟ يعني كثير منهم أنا شفت مقاطع والله كثير منهم يعضون أصابع لأنه حاول يفشلون المؤتمر. أنت مدام معك روسيا وأمريكا ودول الخليج القوية، خلاص مدام معي القمر مالي وماهي النجوم. كان 3800 الحضور المتوقع دكتور، وحضروا 4500. نعم، وطلع تقرير نسبة إشغال فنادق الرياض 100%، لا يوجد ولا غرفة ولا غرفة، لو أنت تروح تنام عند صاحبك حسن لك، ما في ولا غرفة. لا فعلا حضور كثيف، هذا صحيح حضور كثيف. طيب وإذا كان هذا الحضور وهذا النجاح، ماذا نريد أكثر من كذا؟ جميل. قل موتوا بغيظكم. دكتور إذا تسمح لي في نقطة قبل ما ناخذ الفاصل، نوعية المشروعات ومذكرات التفاهم اللي وقعت بصراحة شيء مفخرة جدا، في البتروكيماويات، في الطرق البرية، في كل شيء. وفي نقطة مهمة ألا وهي التصنيع في السعودية، كثير من الأمور بتصبح صناعة سعودية. نعم، هو شوف النوعية، زمان حنا يعني مع جية الرؤية واضح في الرؤية أول بند أنه تخفيف الاعتماد على البترول، الآن إحنا أخذنا الخطوط الأخرى اللوجستية، خطوط الآثار، السياحة، التصنيع. التصنيع هي المستقبل باختصار، المنتدى هذا باختصار لو بنرسمه هو مستقبل السعودية، المستقبل القادم. بعدين يعني دائما مثل هالملتقيات، مثل هالملتقيات يحصل فيها كثير من الاتفاقيات وكثير من الابداع تتوالى وكثير من الافكار تتلاقح في هالملتقيات. نحن لسنا اقتصاديين لكن نعرف ان نشوف النجاحات الاقتصاديه، نشوف النجاحات ان السعوديه صارت قبله الان، قبله العالم. كل يومين ثلاثه يطلع، والله انا اشفق على المراقبين في السعوديه، لانه زمان كنا ننمو كل سنه مره، الان كل اسبوع في السعوديه في حدث، ما تطلع من حدث الا وتدخل في حدث لدرجه انك ما تقدر تتابع. ورغم ذلك في ناس تشوشر علينا، لكن دائما يقولون القافلة تسير، احنا قافلتنا ما تسير، احنا قافلتنا تجري. يا سلام. وفي نقطة برضه دكتور، اللي تابع مجريات المنتدى، كان في مجموعة كبيرة من الشباب والشابات السعوديين اللي جالسين في التنظيم وفي الإعداد وفي التجهيز وفي كثير من الأمور وفي النقل حتى للناس مثل ما شفنا. صحيح، وأنا شفت هذا الكلام ليس منا سمو الشيخ محمد بن راشد، شفت له أكثر من تغريدة، كان مبهور في بالشباب السعودي. وأنا أقول لك والله كلنا مبهورين، يعني نحن لم نكن نتوقع أنه عندنا شباب بهذا القدر، لأن السبب أنه ما أعطيت لهم الفرصة. الآن لما نعطيت لهم الفرصة، كل القائمين على التنظيمات والتدريبات شباب في منتهى الروعة وشباب مقبل على الحياة. لذلك الأمير محمد بن سلمان قال أنا فخور بهذا الشعب العظيم الجبار الذي لا ينكسر، وهو مثل شموخ جبال طويق. نعم، مثل شموخ جبال طويق ولا ننكسر دائما. وشكرا للأمير محمد بن سلمان الذي صنع مساء هذا الوطن بكل هذا الجمال. فقط يضعون هدف ويحققونه بكل سهولة، لا أعتقد يوجد أي تحديات أمام الشعب السعودي العظيم. كل مشاريعنا ماشية، الإصلاح ماشي، حربنا على التطرف ماشية، حربنا على الإرهاب ماشية، تطوير المملكة العربية السعودية ماشية. مهما حاولوا كبح جهودنا لن نتوقف. We'll be right back.
حياكم الله من جديد في هلا بالعرفج، وضيفنا الدائم عامل المعرفة أحمد العرفج. وصلنا معكم إلى فقرة مزايين الكتب. الفقرة اليوم بصراحة مختلفة، وأنا يعني سعيد جدا بهذا الاختلاف في هذه الفقرة. اليوم راح نقدم كتاب التجربة والتكوين. الاختلاف وين؟ أن هذا الكتاب يشترك في تأليف مجموعة من المؤلفين، 10 مؤلفين يتشاركون في تأليف كتاب التجربة والتكوين مثل ما تشاهدون على الشاشة الآن. هذا غلاف الكتاب اللي راح نتحدث عنه الآن. قبل ما نفتح الحديث عن الكتاب بنذكركم بسرعة بالقواعد العرفجية الأربعة لقراءة الكتاب، إنه هذه يعني أفكار المؤلفين اللي موجودة في الكتاب، والآراء حولها هي آراء الدكتور أحمد العرفج، وإنه القراءة الكتاب أو الرؤى اللي تقدم في الحلقة لا تغني عن تصفح الكتاب. ونحن يعني نسن ما قاله العقاد أقرأ لأن حياة واحدة لا تكفي، بالإضافة إلى أن فكرة القراءة تأتي مواكبة لرؤية السعودية 2030 وما تدعو إليه من مجتمع قارئ ومثقف. تفضل. شوف، بالنسبة للكتاب طبعا تعرف ما نقدر نأتي لكل ما في الكتاب، يعني نعطي نبذة مجرد تعريف، وأتمنى بكرة كل المشاهدين والمشاهدات يذهبون إلى شراء الكتاب ذا. التجربة والتكوين، أو التجربة كما يقول اللغويون، والتكوين في أعماق الكتب ومحيطها. خليني أول شيء أحيي أبناء بلادي وبنات بلادي اللي ألفوا الكتاب ذا، وزي ما قالوا هو هدية من 10 أشخاص جاتني. الأخ عبد العزيز القباني، وإيثار الغامدي، وأحمد طابعجي، وبشائر الزهراني، والبندري الرشيد، ودين العتيبي، وعبد الله البركاتي، وعمر الرديني، ومحمد القباني، وهيثم الماجد. شوف، فكرة الكتاب ذا جميلة. أول شيء أنت أمام 10 أذواق لغوية، يعني تجي مثلا إيثار تعطيك فكرة شوية، أسلوب بشائر يختلف شوية، أسلوب الماجد يختلف قليلا، فأنت أمام 10. الشيء الثاني اللي عجبني في الكتاب أنه يعني متصل في فكرة وتعاونوا على البر والتقوى. واحد أخذ تنسيق المكتبة، واحد أخذ قراءة الطفل، واحد أخذ المصادر المهمة والمراجع، أخذت إيثار أعتقد كانت أكثر شيء للقربة من القراءة، أنواع القراءة. بشائر أيضا نفس الحكاية أخذت الأنواع. أيضا أنا بقول لهم عفوا 3 مرات، لأنه إيثار في المقدمة قالت شكرا أنك اشتريت الكتاب، طبعا تقصدني، وأنا أقول لها عفوا، قالت شكرا أنك قرأته. الشيء الثالث شكرا أنك خليته في المكتبة عندك، فهي أرسلت لي 3 شكر، فأنا رديت 3 عفوا. الكتاب لا تمل قراءته، وشيء خفيف بعدين متنوع، تنتقل من أسلوب إلى أسلوب، ومن سبيل إلى سبيل، ومن فكرة إلى فكرة. 10 أبواب، كل باب غني بالمعرفة، غني بالقراءة. مثلا دورة القراءة الجماعية، مجاميع القراءة، تغطية ما يمكن في ال4 دقائق أن يختصر. أنا قريته كامل وهو ما شاء الله عريض، لكن أيضا أنا فخور جدا. جميل. بهذا المنتج، وأيضا فخور أنه موجود في المكتبة اللي يبغى يقرأه، وأيضا فخور يعني مع احترامي للشباب اللي هنا أنه البنات تفوقوا. هي طبعا النتيجة 4-6، لأنه 6 شباب و4 بنات، بس صراحة جهد البنات كان أكثر في المحتوى، في المضامين. كانوا ماسكين ملفات أقرب للقراءة، أقرب مثلا حطوا القراءة وجودة الحياة، وهذه تتماشى مع الرؤية. بعدين مع الكتب، بعدين حطوا مثلا محاكمة القراءة، وهذه أحسن عن شيء عجبتني. جابوا 15 إشاعة تقوم حول القراءة، من ضمنها أن القراءة تجيب النوم، أن القراءة ما تفيد، أن القراءة أيضا قالوا هنا عدلوا فكرة عند الناس، يقول لك الآن الناس مع وسائل التواصل والسوشيال ما تقرأ. هم هنا أكدوا العكس، قالوا بالعكس أن وسائل التواصل خلت مثلا العرفج يطرح كتاب في السناب عنده، فالناس تروح تشتري وتقرأه. عالجوا أيضا مسألة التصوير، بعض أنتم المثقفين تصور جنب الكتاب، يقول فهي إيثار تقول حتى لو الواحد يتصور مع الكتاب خليه يتصور، لأنه بكرة حتراود نفسه يفتح الكتاب بعد كذا. بعدين وأهم قضية ناقشوها أنه القراءة ليست هواية. دائما واحد يسأل وش هواية القراءة؟ لا، القراءة ليست هواية، القراءة حاجة، القراءة مثل الأكل والشرب، لا تقول لي هواية. والله هذه نقطة جميلة. نعم، الهواية تجمع الطوابع، هذه هواية، ركوب الخيل هواية، الدراجة هواية، القراءة لا، القراءة حاجة. عمرك شفت واحد والله يقول الهواية شرب الموية؟ ما في أحد. ولا هواية يأكل البامية؟ هذه حاجة ضرورية. فأنا أحييهم مرة ومرتين وثلاثة، وأنا أوصي مشاهدي ومشاهدات يالب أنهم يشترون الكتاب ذا عشان ندعم هذا الفريق الجيد من بلادنا. جميل، يليك نعرض الكتاب، يستاهل. هذا هو موجود إن شاء الله، ومعرض الكتاب قريب نشتريه. وصدقوني أيضا إيثار الغامدي قالت ترى مو لازم تقرأ الكتاب من الجلدة للجلدة، ممكن تقرأ كل فصل 3-4 صفحات، 5 صفحات تقرأ وبس.
جميل جدا. وحقيقة احنا يعني أثني على كلام الدكتور، وبس في نقطة صغيرة جدا، انه اتفاق 10 مؤلفين على انجاز كتاب امر في غاية الصعوبة، ولذلك التهنئة لهم مرتين على الكتاب وعلى هذا الاتفاق الجميل في اصدار هذا الكتاب، وان شاء الله نشوفه من الكتب المتصدرة. من مزايين الكتب الى فقرة برواز، تعودنا نعرض صورة او فيديو، هذه المرة فيديو من مبادرة مستقبل الاستثمار السعودي دافوس الصحراء، نتابع. والمتاجر رؤوسنا مماه مهيب مغسولة بالرخاء والسلم نبري وانتحاسب حلولة يا مشاكلنا امحلولة، وفي الشدايد كل ابونا صف واحد الوعد في الحرب لا دقة. شوف محمد عبد يقول حكامنا من شعبنا، هذا أخو هذا ابن عم. الحقيقة زي المقاطع اللي تدخل السرور على النفس، تعرف أحيانا في الجزيرة، قناة الجزيرة، في القدس العربي تسمع إشاعات أنه الأمير الفلاني تحت الإقامة الجبرية ولا يتحرك ولا يروح ولا يجي، كلها كاذب. لما تجي على أرض حنا بالنسبة لنا مقتنعين أنها كاذب، لكن المشكلة أن أعرضها عشان الناس اللي برا تعرف أنه الحمد لله علاقتنا يعني الأمير الوليد بن طلال الله يحفظه كان من أول المدعوين في منتدى الاستثمار وموجود، وكان العناق بينه وبين سمو ولي العهد عناق حار وعناق جميل. لذلك أنا أقول للجزيرة فعلا ترى حنا نمشي والقوافل تمشي وتركض، فتوقفوا عن المباح. جميل. من مزايين الكتب وفقرة برواز إلى حكاية أبو سفيان، أعتقد اليوم حكايتنا حتكون مثيرة جدا، تفضل دكتور. والله شوف، هي كتبتها أنا قبل سنوات يمكن راحت من أرشيف الصحف. تعرف وأنا صغير، أنا من يوم طلعت الحمد لله على الدنيا وأنا اتحادي، فكان في عام 1400 مباراة بين الاتحاد والأهلي، وكان الاتحاد فايز على الهلال بالبلنتيات 10، فايز على النصر وطلع الفروق الكبيرة، وقلنا بيأكل الأهلي أكل. طبعا مع الأسف تجري الرياح وما يشتهي الاتحاد ويفوز الأهلي 4. أنا ذاك الوقت في أولى متوسط أو سادسة، فجالس معي الحارة، تعرف حنا صغار نصدق الإشاعات ولا كذب، فقالوا واحد والله شكله من أهلي رشوا الحارس حق الاتحاد، طبعا إشاعة ولا لها دليل. فأنا صدقت ذاك الوقت، قلت ما يمكن إلا أنا أنتقل للاتحاد طالما حد انتقل. أراد الله أني انتقلت لجدة في أولى متوسط ثاني متوسط، وفاجأ أني سكنت في حي في الكندرة جنب النادي الأهلي. قلت بس يا حمد الآن الفريسة حقتك جت لحدك، طيب ما في إلا أنك تروح تسجل، سجل حارس في الأهلي، وإذا التقى الجمعان وتبارى المتباريان متى ما شات الاتحاد كورة تسوي نفسك إيش تردها وخليها تدخل. والله فعلا كان ذاك اليوم أحمد عيد هو الحارس أبو رضا الله يطول عمره، وديدي مدرب الأهلي، وكنا نتدرب. طبعا أنا يعني دبدوب من يوم أنا دبدوب، بس قبلت في النادي. قبلت، لا ومعي الآن وثيقة أنه أرجو تحت، لا أول مرة أرجو السماح لللاعب، اللاعب أحمد العرف أنا الصغير اللاعب كذا، وختم الأهلي فوق وختم تحت في الورقة. والله دربت، طبعا كان الباص يجينا، الباص كذا يروح النادي الأهلي، أنا بيتي هنا، فيضطر الباص يأخذ له يمكن 5 دقائق تحويلة، وهم شافوا أن التحويلة ذي كثيرة عليك بفيما بعد يعني. فالمهم جيت أنا والمدرب يشوفني من بعيد بطيء في النقز بطيء، فهو قال خليك أنت تجيب الكورة لما تروح بعيد، منها تشوف الحارس كيف ينقز، ومنها أيضا تتعلم. كان النادي الأهلي ذاك اليوم يعني مبنى والسور، فالكرة أحيانا تتسطح وراء السور، وتطلب الأمر أن يقفز من فوق الجدار وجيبها. حتى عملية القفز ما كنت فالح فيها، فهم وازنوا أنه أنا يعني جدواي في الملعب لا توازي هذه التحويلة اللي يأخذها ملف الباص عشان يجيبنا غير الفريق كله نأخره عشان 5 دقائق التحويلة. فهم طبعا شاف المدرب لا فلاني فالح في النقز ولا أني فالح في الحراسة، فقال يا ليت تعطينا رقمك، لكن ما في جوال ولا شيء في ثابت، تعطينا رقمك وحنا نتصل عليك. بس إلى الآن ما اتصلنا. طيب بسرعة توقعك للدوري.
توقعي العام تعرف راهنت السنة دي أنا أراهن لن تخرج البطولة عن النصر أو الهلال، 70% البطولة للهلال و 30% للنصر، وهذا لكن لن تطلع. وعلى الفرق الأخرى مراعاة فارق التوقيت، عليهم أنهم يشوفوا نقاط آسيا مدري، الفرق الأخرى لا حظ لها ولا نصيب، هي بين الأهلي والنصر. الاتحاد اللي جالس يصير اليوم بخفض جماهيريته، شوف جمهور الاتحاد يعتبر الاتحاد زوجة، ولذلك أنت لما تمرض زوجتك هل تبعد عنها ولا تقرب منها أكثر؟ أنت لما تمرض الزوجة تقرب منها أكثر ولا تبعد؟ تقرب. هذا للعقلة والأوفياء والنبلاء. طيب. الاتحاديين الآن ملتفين حول ناديهم أكثر من ذي قبل، صحيح أنه يعني المؤمن مبتلى والاتحاد إن شاء الله. طيب قبل ما ناخذ الفاصل قبل ما ناخذ الفاصل بس سجلوا عندكم أنه العرفج لاعب أهلاوي سابق، هذا كشف عظيم اليوم. فاصل ومكملين. حياكم الله من جديد في أهلا بالعرفج، ضيفي وضيفكم عامل المعرفة أحمد العرفج، وأحنا مع فقرة المشي مع العرفج، واللي شرفنا فيها اليوم حقيقة الكاتب السعودي الكبير والقدير الأستاذ خالد السليمان. خلونا نشوف وش قال الأستاذ خالد السليمان مع أحمد العرفج في المشي. يا جماعة المشي خير وبركة كله، شوفوا اليوم مع من أمشي قدير وأستاذنا نعتبره اسمه خالد السليمان أبو فيصل، شلون حي فيك وش يحب المشي، والحمد لله اني وجدت من يشاركني هذه الهوايه. انا اعرفك انك من المشايين بغير نميم كثير، بس عيب الشوارع عندنا ما تساعدني، ولا في الخارج امشي لي على الاقل 15 20 كيلو يوميا. يعني هذه رساله للبلديات طال عمرك. في الرياضه امشي 15 متر بس في شارع الحوامل هذا الحوامل لا يعني هي رساله للبلديات الان ان يحطون مماشي لو بيئه المشي كمان تكون تساعد. الله يوفقك، أنا سعيد والله أنك تحب المشي يا أبو فيصل. أنا سعيد. تحية وشكر للأستاذ خالد السليمان أولا. أبو سفيان وين مشيتوا؟ هذا جنب المطار طال عمرك، كلنا مسافرين فقلت فرصة نقضي الوقت المشي، والمشي مع أبو فيصل الحقيقة رحلة ثانية. أبو فيصل تعرف كاتب قدير ورجل خلوق، وأيضا أنا أعرف أنه محب للمشي بغير نميم. شوف احنا نأكد على موضوع المشي هذا انه في كل حلقة لانه مهم. اولا تعرف زمان ما كان يمشي للحوامل، الان في جودة الحياة في الرؤية مهمة انه ممارسة الرياضة المجتمعية صحيح. ورفعها الى 47% من الناس، الحين هم 13 او 14 رفعها الى 47، فحنا بنحاول بجهود. انا سعيد انه في كل منطقة ذهب لها لاقي فريق مشي فريق مشاة، وبالذات السيدات والفتيات يمكن اكثر شوي. اتمنى ايضا هيئة العامة للرياضة انها تعطي الملف ذا، ولأنه شوف حنا نسميها رياضة الفقراء، لا يحتاج أنك أنت تروح تشترك بنادي ولا تشتري أديداس ولا تشتري ترينج غالي ولا شيء، أنك أنت تطلق ساقك للريح وتمشي ساعة نص ساعة قد ما تقدر. يا سلام، وأنا سعيد حقيقة أنه في كل أسبوع معنا واحد من مجال مختلف، وهذا يدل على أنه المجتمع كله يريد أن يمشي. نعم. من المشي مع العرفج إلى فيديوهاتنا، اليوم معنا فيديو وحيد ولكنه ظريف وجميل وبين قوسين لذيذ جدا، نشوف الفيديو. صدق هذا ترى هذا العرفج الصغير هذا زي أنا والله أنا كذا، أول ما تعرف لذة الانتصار جميلة إن الإنسان يحاول، أكيد إن الطفل ذا زي أنا كلنا أول ما تمشي تطيح 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 لين تمشي وتبدأ تعيش لذة الانتصار. إحنا نتكلم عن المشي قبل شوي فقرة المشي، وهذا المشي من نعم الله، ولا يعرف قيمة المشي إلا الطفل اللي ما يمشي أو الشايب اللي ما يقدر يمشي، أما غير كذا فالمشي نعمة والناس ما تدرك أنه نعمة. شوف الولد كيف لذة الانتصار رغم أنه ما يفهم بس حس أنه تفوق، وأيضا شوف الأسرة حوله هذه نتيجة الدعم، الأسرة كلها فرحانة أنه أطلق ساقه للريح ومشى. وهذا مفترض مو بس في المشي، مفترض حنا حتى لما تألف كتاب نشجعك
قدمت برنامج يشجعك، نقدم الكلمة الحلوة، ممكن ننتقدك، ممكن ندي ملاحظات، بس أول شيء نبدأ بالتشجيع، بعد التشجيع عاد ننتقد. جميل جدا. فاصل أخير ومكملين معكم في أهلا بالعرفة. سر حبي فيك غامض. الله يرحم أبو بكر سالم بالفقيه، والله يرحم الشاعر الكبير المحضار. أغنيتنا اليوم يعني هذه الأغنية الشهيرة اللي يعني عرفوها الكل في فقرة سيرة وتر، ومثل ما تعودتوا في أهلا بالعرفج أنه قبل ما نتحدث عن الأغنية يكون معنا فيديو أو حكاية أو رواية لأحد من الأشخاص اللي جاية للأغنية أو اللي عايشوها عن قرب. واليوم معنا الفنان علي العمودي، راح يحكي لنا واحدة من الحكايات أنا أعتقد أنها النادرة والاستثنائية في طريقة كتابة القصيدة لهذه الأغنية. خلونا نسمع. مساء الخير على كل مشاهدين يا هلا بالعرفج. أحب أحكي لكم طبعا اليوم عن قصة أغنية مشهورة ومعروفة غنوها كثير من فنانين الخليج وعلى رأسهم الفنان الكبير أبو بكر سالم بالفقي، وهي أغنية سر حبي فيك غامض. طبعا كلامي عن الأغنية يعني هي يمكن تنحصر عن خيال الشاعر أكثر ما هو عن قصة الأغنية، ولكن هي في الأخير قصة. طبعا قصة الأغنية في شخص التقى بالمحضار من أبناء المكلا يدعى واسمه سر حب. فعندما التقى بالمحضار، ودائما عندما يلتقون الاثنين ويتعارفوا كل إنسان يعرف نفسه على الثاني بالاسم، فعندما عرف نفسه بأنه اسمه سرحب عند الشاعر الكبير، هنا يتجلى خيال الشاعر في كيف أنه يوظف هذا الاسم إلى وزن شعري وإلى خيال يعني. فعلى طول أجابه المحضار سر حبي فيك غامض، سر حبي ما انكشف، إيش اللي خلاني أعشق فيك والعشق أكلف، إيش أوقعني في أشباكك وأنا عيني تشوف، لا تعذبني وإلا سرت وتركت المكلة لك إذا ما فيك معروف. طبعا يعني أنا يعني بهذا الحديث المكتظم حاولت بس أن يعني أعرف الناس عن قصة الأغنية هذه، ولكن ما راح أطيل عليكم، راح ممكن أدندن جزء في الأغنية هذه لكي تستذكروها. عشقك ألف، إيش أوقعني في شباكك وأنا عيني تشوف، لا تعذبني وإلا سرت وتركت المكلة لك إذا ما فيك معروف، إيش أوقعني في شباكك وأنا عيني تشوف، لا تعذبني وإلا سرت وتركت المكلة لك إذا ما فيك معروف، إذا ما فيك معروف عندما سمحت ظروفك. شكرا للفنان علي العمودي. تفضل دكتور. أثني بالشكر على الصديق العزيز علي العمودي، هذا مستودع أسرار فن إن شاء الله حنستثمره، لأنه صديق وقال لي أبدا أي قصة تبغون وعصرت أعرفها، وهو من الفرقة اللي كانت مع أبو بكر سالم تغني الله يرحمه. خلينا نتكلم وشي عن الشاعر الراحل الكبير حسين المحضار الله يرحمه. تشرفت أني قابلته مرتين، وهو رجل في منتهى التواضع ومنتهى المحبة، وهو شاعر بالفطرة، شاعر كبير. كون هو وأبو أصيل أبو بكر سالم الله يرحمه يسكن جنة النعيم، كونوا ثنائي خطير وجمعهم الفن والأدب والدان الحضربي، الدان الحضربي جمعهم. والحقيقة أنه أبو بكر سالم الله يرحمه كوش على حسين المحضار،
استولى على إنتاجه الشعري كله، يعني أصبح أي أغنية أي نص يكتبه حسين المحضار الله يرحمه يأخذه أبو بكر. حتى مرة محمد عبده روالي قصة لو كلفت وينك يا درب المحبة، قال إنه في الستينات كذا مسكني على جنب المحضار وأعطاني النص، قال لا يدري أبو أصيل لأنه هو يأخذ كل شيء مني. محمد عبده طبعا نجحت لو كان وينك يا درب المحبة، خدت مني اللي أحبه. نعم لا كذبوا علي ألف كذبة وضبنوني بالحب كان وينك يا درب إلى آخره. نجي أيضا للتعاون اللي تم بينهم بين أبو بكر سالم والمحضار، طبعا أغاني كثيرة، باشل حبك معي بالقيزادي، سر حبي فيك غامض، يا سهران ليش السهر مالك فوق فرشك، يا بايعين غص إيش، يا زارعين العنب ما باتبيعونه، الكوكب الساري، أغاني كثيرة حقيقة شكلت ذائقتنا في الخليج، وأيضا أسهمت بتقريب المسافة بين الدار الحضرمي والمفردة، المفردة الحضرمية إلى دخولها بالسعودية كانت عبر جواز، والجواز هذا هو كلمات المحضار وعود أبو بكر سالم، دخلت معنا سرنا حنا نعرف باش اللي حبك معي، باش احنا ما نستخدمها، باش اللي حبك معي، ايضا كلمات انت في الدنيا قضيه ما تحملها ملف الى اخره. طبعا هو يتغزل فيه ما يتغزل فيه لانه قال رباعي رباعي الحروف، رباعي الحروف، انت اسمك خماسي خمس حروف انا رباعي مفرح تجي اربعه احلى اسم في قلبي رباعي الحروف. الحقيقه انه قصه تعاون أبو بكر سالم مع حسين المحضار تستحق أن تدون، تستحق أن تروى، وأنا أرشح لها أحد المقربين عبد الله مخارش الله يطول عمره، صلاح مخارش، علي فقندش، الناس اللي عاصروا يحكون لنا أو يكتبون لنا قصص أصيل أبو بكر، أبو بكر وناس كثير الحقيقة، والمحضار الحقيقة ترى شاعر، شاعر متفوق، بس مشكلته أنه كان ما عنده حواري وأنصار يقدمون الناس، ولا ترى هو في ميزان الشعر الحديث بالذات المحكي والشعبي هو متقدم كثير. رحمه الله، رحم الله حسين المحضار، رحم الله أبو بكر سالم الفقيه الشاعر والفنان الكبير. شكرا جزيلا لك دكتور، نلقاك الأربعاء القادم. الشكر لكم يا سيدي، الشكر لكم. طيب الأربعاء القادم يتجدد معكم يا هلا بالعرفج، وغدا يتجدد معكم يا هلا ليوصل صوتكم ويحكي همومكم ويفتح نافذة أمل. إلى اللقاء. انت تحفة صاغها الرحمن من احلى التحف، انت في الدنيا قضية ما تحملها ملل، انت تحفة صاغها الرحمن من احلى التحف، انت في الدنيا قضية ما تحملها ملل، انت اغلى اسم في قلبي رباعي الحروف، لا تعدني.